باولو. هولندا قهرت البرازيل. لاريجان يقول واشنطن تساومنا على فلسطين، وأوباما يوقع قانون عقوبات جديد على إيران. في عناوين البناء أيضا، نتنياهو يراوغ عشية لقائه أوباما والاستشارة مصرية. القدس لنا والاستيطان سيستمر والمفاوضات مباشرة. استهداف ضريح صوفي شرق باكستان ومقتل 40 شخصا وجرح العشرات في تفجيرين. أخيرا في البناء، الناتو نحو درع صاروخية أمريكية أوروبية موحدة. بالانتقال مشاهدينا إلى صحيفة المستقبل التي كتبت بدورها الحريري رسالة لبنان الاعتدال والعيش الواحد والحريات. عمرو موسى يعلن أن لا حرب على الأبواب، وويليامز يعبر عن قلق الأمم المتحدة حيال اليونيفيل. نتابع في المستقبل أيضا أبو الغيط، إذا فشلت المفاوضات سنعلن الدولة الفلسطينية، والبيت الأبيض يرى أن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين تحقق تقدما. وثائق رسمية تؤكد الاتجاه لاستئناف الهدم في القدس. عريقات يؤكد وجود اتفاق مع إسرائيل حول حصانة النواب. العراقية ترفض التنازل عن رئاسة الوزراء لمصلحة المالكي. وأخيرا في المستقبل، أوباما يوقع قانون العقوبات المشددة على إيران، والدول الكبرى تنتظر رد طهران للعودة إلى المفاوضات. ختام جولتنا مشاهدينا مع صحيفة الحياة التي كتبت الطاحونة الهولندية تعصف بأحلام السامبا. الفيفا يهدد نيجيريا ويمهلها يومين للتراجع عن قرارها وقف مشاركة منتخبها. وفي العنوان اللبناني في صحيفة الحياة، بان ادعاء إسرائيل تهريب أسلحة إلى حزب الله يثير احتمال سوء حسابات ترتب تداعيات مدمرة. العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله في قسم العناية الفائقة لإصابته بنزيف داخلي، وفرنسا قلقة للإشكالات أمام قوة اليونيفيل. بهذا مشاهدينا من صحيفة الحياة نصل إلى ختام هذه الجولة على أهم وأبرز ما طلعتنا به الصحف الصادرة والموزعة صباح هذا اليوم في بيروت. شكرا لكم على طيب المتابعة، وهذه عودة إليكم من جديد أمال وأفنان. شكرا جزيلا لك زينب خفاجة، تحية لك وصباح الخير إلى سكان لبنان، ومرحبا بكم من جديد في صباح جديد. ما تبقى لنا أمال يعني بصحف بيروت نغلق ملف الصحافة، كانت آخر جولة لنا، ونذهب إلى عالم التقنية، عالم التقنية والعلوم الحديثة، حيث أمال كما تعرفين ويعلم السادة المشاهدين غزا الأسواق مؤخرا جهاز جديد يطلق عليه الآيبود، وقد اعتبرته بعض الأوساط العلمية بأنه خطوة مهمة وكبيرة في عالم التقنيات الرقمية والمعلوماتية. ربما كل ما نعرفه عن هذا الجهاز أنه جهاز لوحي تعمل شاشته باللمسة المتعدد، ويشغل عدة أنواع من الوسائط والتطبيقات. وقد تم طرحه ربما في شهر أبريل نيسان من العام الجاري، ولقي فعلا استقبال حماسي من قبل المستهلكين ولا سيما أوروبا، ثم انتشر إلى بقية دول العالم. وشهد أمال الجهاز الجديد الآيبود موجة مبيعات هائلة منذ الأيام الأولى من عرضه للبيع. ويشمل الآيبود على تقنيات يشتمل على تقنيات متعددة تميزه عن الأجهزة المحمولة والحاسبات الشخصية. ما هي هذه التقنيات؟ التفاصيل نتابعها في سياق تقرير مراسلنا كريم باغستاني من بلجيكا. الكمبيوتر اللوحي الجديد أو ما يعرف بآيباد الذي طرح بعد ترقب طويل في السوق الأمريكية باعتبارها المنشأ، وفي بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية حتى الآن، أثار ابتكاره كجيل جديد من أجهزة الكمبيوتر يجمع بين أجهزة الحاسوب التصفحية والهواتف المحمولة الذكية، أثار موجة واسعة لم تهدأ بعد من الاحتفاء مقابل ما أخذ عليه من انتقادات وعيوب. وداهم الذعر مع ذلك عقر دار كبار شركات النشر والصحافة الورقية العالمية، خشية أن يشكل الإصدار الأول منه الذي طرح في أمريكا مطلع ربيع الماضي الضربة الأولى لدق المسمار الأخير في نعش الصحافة الورقية في العالم.
في وقت جاء فيه طرح شركة آبل لجهاز آيباد بعد 9 سنوات من فشل مايكروسوفت في تسويق أول جهاز مماثل. وسوق آيباد بوصفه نقلة نوعية في عالم الكمبيوتر والاتصالات، إذ يتيح تشغيل البرامج المختلفة والألعاب الإلكترونية وتصفح الإنترنت وقراءة وإرسال البريد الإلكتروني ومشاهدة الصور والخرائط الرقمية وعروض الفيديو والموسيقى وقراءة الكتب الإلكترونية، كما يتيح الاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهاتف بسرعات كبيرة وقدرة عالية على تخزين المعلومات ودعم تقنيات أمنية مميزة. وحظي الجهاز باستحسان أوروبي رسميا. هذا الجهاز هو أقل من أن نعتبره ثورة في التقنية، ولكنه بلا شك عتبة أخرى في التطور التقني، وهو لا يختلف كثيرا في حقيقته عن جهاز الآيفون كهذا الذي أقتنيه، إلا أنه يبدو أكبر حجما، مما يتيح رؤية أفضل واستعمالا أسهل حتى في أوقات السفر، كما يتيح قراءة النصوص كالكتب الإلكترونية بسهولة أكبر. إنه جهاز ممتاز وجدير بالاهتمام. قلة قليلة من الأوروبيين من عشاق التكنولوجيا، والتي ابتاع البعض منهم الجهاز عن طريق الإنترنت طالما لم يصل بعد إلى كافة الأسواق، أخذت هذه القلة على الجهاز تبعا لذلك ثغرات تقنية في نظام التشغيل الكامل، على الرغم من زيادة أسعاره بمقدار الربع عما في أمريكا. في هذا كيس زورة دائما زور زورة، سعره حاليا مرتفع جدا، ولذلك فأنا لست معنية باقتنائه، لأن سعره الذي قد يبلغ حوالي 600 يورو مثلا يتيح لي أن أشتري به جهازي كمبيوتر. نعم قبل أن أقرر شراء الجهاز لابد أن أتحقق من معرفة ما إذا كان سيزودني فعلا بخدمات إضافية في عملي وحياتي الشخصية. المراجعة الأولية للجهاز كشفت افتقاده لبعض التقنيات، فهو لا يحتوي على كاميرا رقمية أو منفذ USB لتسهيل نقل الملفات، كما أنه لا يدعم تقنيات فلاش، وليست له القدرة على تشغيل أكثر من برنامج في آن واحد، ويفتقر للوحة مفاتيح فعلية. قراصنة الإنترنت وجهوا في هذه الأثناء أول ضربة قاسمة للشركة الأمريكية المصنعة للجهاز الجديد، إذ أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم جوسي عن أول اختراق لأحد المواقع فيه، واستولت بذلك على عشرات الآلاف من العناوين البريدية الإلكترونية. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فشل حتى الآن في عمليات التحقيق والمطاردة الإلكترونية لها، لتضيف بذلك مجموعة القراصنة هذه فجوة أمنية هائلة إلى قائمة النواقص والمآخذ على هذا الجهاز. غير أن تحولا غير مسبوق من المحتمل أن يترك أثرا هائلا